خدام حساس في التيران مدة 6 سنين هادي، وعندي 4 الوليدات، وكنعاني بشي مرض مزمن، وانا ما كنطلب حتى شي حاجة، كنطلب من الناس المحسنين يعاونوني، انا ما باغي لا فلوس لا حتى شي حاجة، انا بغا صحيحتي صافي، هادشي اللي بغيت، ما باغي حتى شي حاجة. هاد المرض عندي مرض القلب، عندي عملية. وشنو هذاك الشيء في رجلك؟ هذا ما بغي نحيدو دابا، راه مزير ليا دابا، راه اللحام ديالي كيتقبت ليا رجلي، ولا كيخرج ليا الماء من رجلي، وانا دابا كنطلب من المحسنين يعاونوني على هاد الماء هذا نحيدوه، على هاد المرض اللي فيا، واللي عاوني الله يجازيه بخير والله يخلف عليه. هادشي اللي كنطلب من المحسنين، ما كنطلب حتى شي حاجه، انا ما باغي لا فلوس لا حتى شي حاجه، انا باغي صحيحتي، انا 6 سنين وانا في التيران وكنعاني، الله يحسن العون. انا 28 يوم وانا نعس في 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 ميريزو والو، ما حتى حاجه ما كاينه، حتى حاجه ما بانت ليا، مازال زي العاده، هكا مازال كنتكرفس بزاف بزاف، ما نعاش بزاف، عندي شل الالام شل الالام، كي زعما ريا كرشي بالماء، وانا دابا نخوي هاد الماء صافي، انا ما بغيت حتى شي حاجه، وباغي هاد العمليه اللي كاين شي محسن يتعاون معايا فيها، الله يجازيه بخير والله يخلي ليه صحيحته والله يخلي وليداتو.